السلام عليكم، معكم من سيزن برافة جميلة، مكملة وياكم كورس التوتشينج. هسه وصلنا يونيت 5 السباينينج تري، ان حنشرح بيها المالتيبل سباينينج تري بروتوكول. اوكي، تذكروا بالمحاضرات القديمة قبلها وقبلها شرحنا البير فيلان سباينينج تري، اللي هي شنو كانت؟ كان انه عندك، على فرض انه عندك ثلاث سويتشات، مثلا عندك مثلا فيلان 1 الى فيلان 10 مثلا، واني انه هذني اللينكات على فرض انه هي 10 جيج او 1 جيج، فما اريد انه اخليها مثلا هذني الفيلانات كلهم يمرون من خلال هذا التراك وهذا، اني اسده بهذا انه انا خسرت 10 جيج. بس سوى اقول لك انه انت كل فيلان سوي لها اس تي بي كالكوليشن واحد، يعني كل فيلان عندها مثلا هذا البورت بلوك، البيغي فيلان هاي بورت بلوك، فقسموا مثلا انه كل في هاي فيلان واحد هذا البورت مالتها يكون مسدود alternated، وهاي فيلان مثلا اثنين هذا يكون الروت بريدج هذا يكون منسوب مثلا عليها. اوكي، وعندك مثلا وهاي فيلان ثلاثة، يعني يكون هذا المسار مالتها وهذا المسار مالتها وهذا يكون مسدود بهذا، انه انا سويت لود بالانسينج. فعلى شي شغلة انه على عدد الفيلانات اللي عندي اياهم راح شي يصير عندك اسمها كالكوليشن تبع الاس تي بي. اوكي، عندك الاخر اللي هو شنو الار انا بلس الار بي في اس تي، اللي هو شنو مسرع للبير فيلان، نفس الحاله هم يشتغل بير فيلان سبانينج تري، يحسب كل فيلان سبانينج تري مختلف له، بس سوى ربط سرع لي اياها، ضاف الباك بون فاست والابلينك فاست بولد ان، وسوى الطريقه مالت نيغوشيشن. شرح محاضرة بالضبط عليه هو شنو فرق بين القديم الجديد اللي هو الام اس تي، اللي هو اوريدي سريع اوريدي شغال، يعني حاله رابد سبانينج تري، بس اكو شيء مالتيبل سبانينج تري، يعني من اسمه انت من تريد تحفظ شيء من احد يسالك على مصطلح افتح من اسمه اساس ركز اسمه مالتيبل سبانينج تري وستعرف من الاسم مالته ومنين جاي، يعني اني افتهم من الاسم فما انسى المعلومه يعني. اوكي، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف انه شنو المشكلة، انت من اكو مشكلة شي يسوون هما يقولها حل. اوكي، وشو راح يشتغل، فخلصنا نعرف شنو المشكلة اللي هي موجودة اللي على اساس اللي قالها الحل. تذكرون هاي الاثنين قلت لكم عليهم، شرحت لك شنو هو البي في اس تي ودابت بي في اس تي اللي هو هنا ار. اوكي، شنو ما هذولا، انه كل في بير فيلان شو يسوون كالكوليشن تبع السبانينج تري. اوكي، كل فيلان لها شنو كالكوليشن بالسبانينج تري، هاي خلصناها. مثلا اذا انت عندك 199 فيلان معناته انه انت عندك 199 انستنس اوف سبانينج تري. تقولي يعني هسه هاي اوكي مشكله ولا لا، يعني انت عندك هالقد، يعني 99 مره يقعد الموبايل يقعد ايش اسمها السويتش مالتك يحسب 99 سبانينج تري، انه هذا بلوك طفي اذا انت تتحكم هذا الروت بريدج مثلا وهذا غير روت وهذا مثلا فلان مثلا سويتش اي الروت مال فلان من 1 الى 50، سويتش بي الروت مثلا من فيلان 51 الى هيجي الى فيلان 60. فعشان الشغله انه حتى لو انت قاعد تسوي يعني حيقعد يحسب على كل فيلان اس تي بي، على كل فيلان اس تي بي، فهاي مشكله. ستقولي ليش؟ ان كيس انه عندك هذا المثال اللي هو سويتش بي حسوي الروت من فيلان 100 الى فيلان 200 روت بريدج، وراح اسوي السويتش سي روت بريدج من فيلان 201 الى 300، فكل واحد فكل فيلان حيحسب لها انستنس واحده، يعني هنا حيحسب مثلا روت بريدج هو سويتش بي لكل الفيلانات. اوكي، فشنو هذا حينسد هذا البورت الثاني حيكون سويتش سي روت بريدج لكل الفيلانات، وهذا اللي راح ينسد. يعني شوف هذا المسار مالته ايش حيصير، فبهيجي سنوني مثلا هذا هنا استهلكته وهذا هناك استهلكته، فسويت لوت بالانسينج. بس على هذا الحساب بالبير فيلان، ان كان بير فيلان عادي او روت فيلان، يعني راح اتعب السويتش. شلون حتعبه؟ لان شلون راح انه يستهلك ميموري وسي بي يو وباور. ليش يعني سي بي يو؟ انه سي بي يو انه شلون العقل انت عندك هيظل انه يصرف سي بي يو ويحسب لكل فيلان، كل فيلان مثلا بارت انطفى بارت اشتغل ابلينك اشتغل قعد يحول،
يعني كل وحدة لها حسابات وحدها، قاعد تفهم الوضعية وده يسهلك ميموري كوما، فشافوا هاي إن شاء الله ما تصرف لهم ما تفيد. فايش لقوا؟ لقوا اللي هو المعتبر بيلانس بعدين قلت اللي هو شو يسوي من اسمه هنا خلاص شلون حيحلها. المالتيبل سباننج تري شو يسوي؟ يجيب مجموعة فيلانات اوكي يخليها بانستنس واحدة، يعني شو مثلا باسم المالتيبل يجيب مثلا فيلان احنا عندنا اياه من 100 الى 200 ويخليهم كانما تخيلها فيرتشوالي، يعني يخليهم انستنس واحدة، يعني نعطيهم مثلا انت بانستنس 1 يعني بقالب 1 اوكي، يجي على الفيلان من 200 الى 300 يقول لهم انه انتو بقالب 2 فتهم هاي لوجيكالي. فكأنما السويتش ايش راح يسوي؟ كأنما ليتعامل شنو ويا منطقة واحدة، يعني ليتعامل ويا شي واحد، يعني افتهم من الانستنس اللي هي منطقة واحدة. فكأنما السويتش من حيحسب الاسبانينج تري هسه دا يحسبها المن الاثنين، ما دا يحسبها لكل واحد وحدة اوكي، كأنما دا يحسب للتو انستنس، دا يحسب لل 199 اوكي واضحة. فشنو راح يحسبهن كأنما كل وحدة وحدة، بهذا اني شنو ما راح اتعبه بالسي بي يو والباور والميموري، يعني ما حيشتغل هواي سي بي يو، يعني راح يتعب اذا انتو شايفين سويتشات اعلق السي بي يو مالتها ولا هي سويتشات سيسكو اوكي تمام موضوعنا هذا. المهم اوكي شلون حيفتهم هي الريجون مال كل منطقة، يعني هسه هنا شنو عندك تو ريجون، هو شلون راح يفتهم يعني هسه هنا عندك شنو هاي كل تاب انستنس، يعني هيك اسوي مالتيبل سباننج تري ويخليهم خليهم بريجون بحيث انه هذا يكون انستنس 1 وهذا انستنس 2 بداخل الريجون الوحدة. شلون راح يفتهم؟ هو اكو شيء اسمه اتريبيوتس، يعني اكو فتشي انا من خلاله اعرف السويتش انه انت عندك هاي الريجون بداخلها هذين الانستنس. شلون راح يعرف هذا الشيء؟ اوكي من خلال شنو؟ من خلال اني احدد انه ثلاث شغلات تكون متطابقه بكل السويتشات، فهذا السويتش وهذا السويتش وهذا السويتش المجتمعين حيعرفون مثلا عندك هذين ثلاث سويتشات على سبيل المثال مفيد ثلاثه، خلينا نسويهن كوما شراوات شبكة. المهم هذا الإدارة شان هيعرفون إنه هما بنفس الريجون، لازم أول شيء MST configuration name نفس الاسم، أكو شيء إنه أنا أنطيها اسم، مجرد إنه هذا أنا بكيفي أي اسم أنت تسميه، يعني أحمد عباس يعني أو مثلا اسم الشبكة اللي تريد تسميها واسم السيرفس اللي تريد تنقلها، المهم أي اسم ما واقف عليه. عندك شغلة اللوخ اللي لازم تعرفها إنه قصدي اول شغله تحدد الاسم، فما يكونوا متشابهين السويتشات كلها بنفس الاسم مالت الريجن معناتها انه اوكي لحد الان. شغله الاخ لازم شنو يكونوا نفس الريفيجن نمبر، تقولي الريفيجن نمبر هو شنو؟ تذكر الريفيجن نمبر تبع الجي تي بي اللي هو انا كل ما اغير الكونفيجريشن اغير الريفيجن نمبر مالتي يزداد، فنفس الحاله انه هذا الريفيجن نمبر هو رقم هذا الك، يعني انه انت مثلا اول ما اشتغلت انطيت الريفيجن نمبر واحد، جيت انت غيرت ضفت الفيدان الانستنس ومساحتها من الانستنس وهذا غيرت الريفيجن نمبر سويت 2 عاودت على اساسها راح تعرف انه انت الكونفيجريشن راح يتغير، يعني هذا الفائده من عنده. الشغله الاخويه المهمه انه سوي مابينج للفيلان تحطها بانستنس، يعني انه مثلا يابا من فيلان 100 فيلان 200 انستنس 1 من فيلان 201 الى فيلان 300 انستنس 2 من 301 الى 400 انستنس 3 تقول لي 0 هسه اقول لك 100 انستنس 0 اوكي. فهذه ثلاث شغلات لازم تعرفهم بعد هذا السويتش وهذا السويتش كلهم شو يقولون يا احنا بنفس الريجون اذا طابقت هذني ثلاث شغلات، يعني احتمال انه عندك مثلا غير سويتشات يكونوا غير ام اس تي بي ريجون مثلا مو شرط يكونون وياهم بس حيشتغلون كانما واحد يشوف الثاني كانما بلوك سويتش، بس هذا الشيء ما راح اسويش طبيعي يعني ماكو داعي هم كلهم يسوون نفس الرجل وفضل هاي، بس انا مو تفهمها. يعني اول شغلة تغير المود الاسبانينج تري مود ام اس تي، تذكر القديم كان اسبانينج تري مود بي بي اس تي،
او سبانينج تري مود ار رابيد بي في اس تي. اوكي حولنا المود مالته الام اس تي بي، ام اس تي قصدي سوري. بعدين نقول سبانينج تري ام اس تي كونفيجريشن، يعني شنو راح اسوي الكونفيجريشن مالتها سهله. اوكي سبانينج تري ام اس تي كونفيجريشن نعطيها اسم، يعني سميتها ايس كريم، شو تسميها انت تسميها اي اسم، بس طبيعتي ما راح تشتغل بنوك او بشبكه وحتسميها ايس كريم، يعني تسميها على اسم السيرفز او على اسم الكاستمر او anything. اوكي ريفيجن نمبر واحد اللي انا هستوني راح اشتغل بيه، تقدر بعدين تتغيره وش حتى ما تتغيره. بعدين تنطي انستنس اثنين، تنطي هاي الفيلان، وانستنس ثلاثة اوكي تنطي هاي الفيلان، تقدر تخليها انستنس واحد مفروض اشكال مسويت اثنين. وين القلم مالتي؟ اوكي دير هاي سميها واحد، تقدر هاي سميها اثنين عادي. اوكي واضحة؟ نعيد. اول شي تدخل الكونفيجريشن مود تنطي اسم. اوكي اول شي قصدي تحول المود مالته، تقول سبانينج تري مود ام اس تي، بعدين تدخل على ام اس تي كونفيجريشن سبانينج تري ام اس تي كونفيجريشن. فهمت يعني كأنه ما قاعد اسوي لك كونفيجريشن؟ خلصنا هنا، انطيها اسم، انطيها ريفيجن نمبر، بعدين تقول انستنس مثلا اثنين، انستنس واحد، بلان في لان. شوف بعد من 100 شخطه 200 اوكي اللي هي شارحة او شو تسموها 200، يعني 100 101 102 103 104، يعني ما اقعد اكتبهن كلهن، يعني من فلان 100 فلان من فلان فيلان لفلان فيلان، واقدر مثلا اقول 10 فارزة 20 الى 40، يعني مثلا اوكي بس فيلان 10 بعدين 20 21 22 23 لحد 40 اوكي. واخر واحد اثر انستنس لوخ، تقدر تضيف انستنس ثانية، تقدر تضيف يمكن بريجن واحدة 200 انستنس. هسه اتأكد لكم بالمحاضرة تبع ال اسمها اللاب راح اتأكد لكم بالضبط، اعتقد انه هو 200 انستنس تقدر تضيفها بنفس ال ريجن، بس خليني اتأكد من هذا الموضوع. هسه اول شغلة انه اول ما تسوي ال MST يعني اول ما تقول سبانينج تري مود ام اس تي راح اسوي لك انه يحسب لك الديفولت انستنس اللي هي الانستنس 0. اوكي اول ما تسوي حيحسب لك الانستنس 0. الانستنس 0 هي شنو هي اسمها اللي هي انترنال سبانينج تري. تقول لي هاي يعني شنو معناتها شنو فائدتها اللي هي الانستنس 0 اللي هي شنو؟ اذا انت مثلا عندك هاي الريجون الموجوده عندك، اذا مثلا انت اي وحده انت مشتغل ريجون اي اسم مثلا سوينا هاي قبل شوي سويناها الايس كريم اللي سوينا بيها لاي مانت الايس كريم من ريجون نمبر مالتها واحد وخلينا بيها تو انستنس. ان كيس ان هذني انا رابطتهم على سويتش سوى من غير اس اس بي فيرجن، كان ربط بير فيلان سبانينج تري او بير فيلان سبانينج تري وحده بدون الربط مالته. ف شلون راح يشوفه يعني هذا السويتش شلون حيشوف هذا الريجن مالتي هاي البلوك اللي فوق؟ راح يشوفها بحسابات الانستنس كالكوليشن. اوكي الانستنس زيرو. اوكي فانه شنو هذا حيكون مسدود، هذا راح يكون مسدود. فهم قصدي؟ يعني كانما يعني الـ STP العادية مالتي، مو اللي أنا حاسبها قبل شوية اللي شغلت بيها، قلت إنه هذا مثلاً يكون الروت تبع من 100 200، هاي المثال مالتنا، وهذا مثلاً يكون الروت تبع من 201 إلى 300. أوكي لا ويكون هذا المسدود مثلاً، وهذا قلنا هذا المسدود، لا هو حيشتغل كأنما دي يشوف هذا يشوفه كل مرة واحدة بحيث يتعب انه هذا الترافيك هذا مفتوح هذا مفتوح هذا المسدود هذا البلوك يعني قصدي. اوكي هيش حيشوفه. ف تشوف انه انا عندي هاي الريجون مثلا اذا ريجون انستنس 1 هيش حتكون شغلها، انستنس 2 هيش حتكون شغل ثاني شو ما قلت لك عليه. بس هو شلون راح يشوفك؟ يشوفك كأنه بلوك واحد، سوري
هتخربطوا احنا كأنه ما هنشوفه بلوك واحد. اوكي اللي هي هيجي كان السنسير، وهاي الشغل ويا different STP version، عرفتوا المالتيبل سبانينج تري مثل ما قلنا، انه هو انا ما تنسى من اسمه يجيب مجموعة بيلانات خليه هنا بقالب واحد، مجموعة بيلانات خليه هنا بقالب واحد، كل وحدة بقالب، كل وحدة حتاخذ كأنما logically different spanning tree calculation على مود انه يقلل سالفة الميموري والسي بي يو الاستهلاك مالته اللي يقولها لهذا الحل. شلون لازم تسوي هالكونفجريشن؟ بالبداية لازم تحول المود مالته، تقول spanning tree مود MST، تحول المود مالته، وهمين تضيف الهنايم يعني اول شيء، بعدين تدخل spanning tree MST configuration. ما تدخل ال MST configuration ايش راح تسوي؟ راح تخلي النيم، تنطيها اسم للمنطقة مالتك، اوكي، بعدين تنطي revision number اللي هو ال revision number، وبعدين تنطي ال شو اسمها instance one، تنطيها ريجن مالتها من رقم فيلان الى رقم فيلان، وهمين السنس الثاني اذا تريد تسوي اللوخ، وهكذا. هنا الموضوع يكون واضح يعني، اكو قسم يخربطون وينسون شو يسوون الكونفجريشن. لا افتهم، افتهم اول شغلة الشي قبل ما اسوي الكونفجريشن، افتهم هو ليش، افتهم ليش اسمه على مود يرسخ ببالك، وما تنسى طريقة الكونفجريشن مالته. واسئلة عندكم اياها تقولوها بخانة التعليقات، ولا تنسوني من دعوة بظهر الغيب، وباي باي.